حالي ام شو مأمل هيرش كاسر قدس ام سوزان بداخل وزيانا شي زور بربالة خاني تلفزيونة كاكوتوا كارمندان سلامت سباز بخوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو ستظهر بعد قليل، هي تظهر الآن. مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا من خلال هذه الأرقام أو من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع استكمال للحلقة التي قدمها زميلي أفل يوم أمس، هي الانتهاكات التي حدثت من قبل إيران ضد محافظة أربيل شمال العراق وضد العراق بشكل عام. أطلق الحرس الثوري الإيراني مجموعة من الصواريخ البالستية بعيدة المدى جاءت من إيران، انطلقت وضربت مناطق معينة في محافظة أربيل. إيران تقول بأنه السبب وراء هذا القصف هو استهداف مراكز للموساد الإسرائيلي، في حين خرج الجانب الكردي ونفى هذه الادعاءات الإيرانية وقال بأن الاستهداف وقع أو الصواريخ استهدفت مناطق مدنية، بيوت ومنازل وما يخص المدنيين فقط، ولا يوجد شيء يسمى مقرات للموساد الإسرائيلي، وهذه ادعاءات فقط غير صحيحة وغير دقيقة. من ضمن الأهداف الإيرانية كذلك كما شاهدتم في بداية الحلقة، أرجو أن تعيدون المشهد مرة ثانية على الشاشة يا جماعة لو سمحتم، قناة 24 الكردية، حجم الأضرار كبير جدا الذي ظهر في المقطع، وستشاهدون طبعا أمام حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام، هذه قناة فضائية تلفزيون لتقديم الأخبار ولنشر المعلومات ولتقديم كل ما يحدث، يعني إن كان في شمال العراق أو إن كان في مناطق أخرى. القصد هي محطة فضائية، وأمامكم حجم الأضرار الذي أصابها بسبب الصواريخ الإيرانية. القصف مشاهدينا الكرام هو يعني استهدف مناطق شمال العراق، محافظة أربيل بشكل خاص، لكن هو استهدف العراق بشكل عام. عملية إطلاق الصواريخ من إيران تجاه العراق واعتراف إيران بهذا الموضوع هو رسميا إعلان حالة حرب، وهو تخطى موضوع السيادة وغيرها، هو ذهب إلى إعلان حالة الحرب، لكن أيضا هو اختراق للسيادة، انتهاك لها، عدم الأخذ بعين الاعتبار الحدود، الجيرة مثل ما يقولون، إيران الجارة. إيران الجارة لم تحترم لا العراق لا شعب العراق لا هؤلاء اللي هم أدواتها وأتباعها أيضا اللي موجودين بالحكومة اللي يسموهم حكومة العراق، لم تحترم حتى هؤلاء، وقامت باستهداف مناطق لأنها تعتقد أن هذه المناطق فيها تهديد، كما تقول وتدعي أنها تهديد لأمنها الإقليمي. طيب، كيف تعاملت الحكومة مع هذا الموضوع؟ طبعا هذا السؤال الأهم الذي أتمنى من حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليه. كيف تابعتم تعامل حكومة بغداد مع هذا الانتهاك الإيراني، الاختراق للسيادة إن وجدت طبعا، الاعتداء على العراق بهذه الطريقة، وهذا يعني بهذه الطريقة هي أول مرة مباشرة منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى اليوم، هو الاستهداف بشكل مباشر عن طريق إيران التي اعترفت وصرحت بهذا الموضوع. الباقي طبعا بالتستر، إخفاء الوجه الحقيقي لإيران واستخدام أدواتها لضرب العراق، لكن بصورة رسمية وبهذه الطريقة هي تعتبر المرة الأولى منذ تلك الحرب. الموضوع أيضا مشاهدينا هو تعليقكم على التعامل الحكومي مع هذا الموضوع. هل تعتقدون أن عملية استدعاء السفير الإيراني إيرج مسجدي وتسليم مذكرة احتجاج يكفي للتعامل أو للرد على هذا التصرف الإيراني وهذا الخرق لكل المواثيق الدولية، المعاهدات، لكل الاتفاقيات، لخرق للسيادة العراقية وغيرها؟
وايضا هناك يعني جرى زياره من مصطفى جرت زياره من مصطفى الكاظمي رئيس الحكومه المؤقته حكومه تصريف الاعمال، ذهب الى محافظه اربيل والتقى بمسؤولين اكراد هناك وتحدث ببعض الامور. المكتب الاعلامي لمصطفى الكاظمي خرج في بيان قال ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه الكاظمي زار محافظه اربيل ومعه وزير الدفاع ووزير الداخلية والتقى بعدد من المسؤولين في شمال العراق وتفقد المواقع الذي طاله الاعتداء الصاروخي. حتى نأكد أن إيران تدعي وإيران كاذبة في ادعائها. هناك أيضا إشارة من المكتب الإعلامي لمصطفى الكاظمي الذي يؤكد أن المواقع التي استهدفت مواقع مدنيين، وهذا باعتراف الحكومة طبعا حكومة الكاظمي. يضيف البيان أنه تم التأكيد على رفض الاعتداء الذي تسبب بترويع المدنيين متخطيا حدود القوانين والأعراف الدولية والتوجيه بتشكيل، طبعا احنا نتكلم بعد شوية عن تشكيل اللجنة. عموما الكاظمي تفقد الموقع الذي تعرض للاعتداء الصاروخي والتقى بالأهالي الذين يؤول لهم الموقع واستمع لشرح مفصل قدموه عن المكان وما يحتويه وعائديته، ويعني هناك تصريحات أخرى سنأتي إليها بعد قليل. القصد أنه الحكومة حكومة الكاظمي زارت مواقع مدنية والتقى بذوي المناطق أو ذوي المنازل التي استهدفت وهم مدنيون وليسوا من الموساد كما تقول إيران. إذن كيف يجب أن يتم التعامل مع إيران التي اعتدت على السيادة العراقية، التي انتهكت السيادة العراقية، التي اعتدت على العراق بهذه الطريقة؟ هل تعتقدون أن عملية تسليم مذكرة احتجاج تكفي للرد على إيران التي بفعلها هذا أعلنت الحرب وإن كانت بشكل غير رسمي لكنها تخطت الحدود وقامت بإطلاق الصواريخ على دولة أخرى بحجة إن كانت موجودة أو غير موجودة؟ الموضوع إن كان هناك فعلا مقرات للموساد، إذا كما تقول إيران، كان يجب أن يتم التعامل بطريقة إخطار الدولة وإخطار الدولة الأخرى وتبليغها أن هناك كذا وكذا وكذا وهي تتعامل بدورها. لكن أن يتم عبور الحدود واستهداف العراق بهذه الطريقة واستهداف منازل المدنيين بذريعة وجود مقرات للكيان الصهيوني في شمال العراق، السؤال هو برأيكم كيف تابعتم تعامل حكومة بغداد وأحزابها وميليشياتها التي صمتت طبعا صمت القبور عن هذا الاعتداء الإيراني؟ مشاهدينا الكرام، الاتحاد الأوروبي عبر عن استيائه الشديد للهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل. أكد الاتحاد الأوروبي على أهمية أمن واستقرار شمال العراق، وطبعا خلال اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحثا الأوضاع السياسية في العراق وأبعاد الهجوم الصاروخي على أربيل وتأثيره على زعزعة أمني واستقرار المنطقة. طيب، معنا اتصال. معنا اتصال يا شباب. ماذا أسمع؟ السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. أستاذ، حياك الله يا ابو ايسر. الله يسلمك استاذ. نعم. ارض العراق، ارض العراق. نعم، وياك وياك يا ابو ايسر. ارض العراق هي مباحه منذ 2003. نعم، مباحه من قبل امريكا او موافقه ايرانيه واسرائيليه لتدمير العراق. وهاي الديول، هاي الفصائل كلها من شكلت امريكا، وين كانت عنها باحتلال العراق؟ هي جابتها بموافقتها. فالعراق أصبح ما إلى كرامة طالما ذيول وأحزاب كثيرة موجودة بالعراق تابعة لإيران، والأحزاب والفصائل كلها عندها علم وهم يعطوهم الأمر بضرب هاي المكانات. طيب، بس هي ما استهدفت مقرات يا أبو أيسر. الاستهداف طال المدنيين وطال قناة فضائية. وين المقرات؟ احنا بحلقات
احنا بحلقات قديمه حكيتها، واذا ترجع للحلقات القديمه راح اشوف حديثي عن شنو. هم ما يضربون مقرات، اي هم ما يضربون، يضربون المحيط فقط. نعم، المحيط هذا تهديد اولا للعمليه السياسيه الجاريه بالعراق مع الاطار التنسيقي. اثنين، مجرد دا يقولوا لهم احنا موجودين لحد الان، امريكا تعرف كل هاي الاخبار. اي نعم. ومباركه بها هاي. طيب والا امريكا ليش ما تقدر ترد عليه على ايران؟ لان هاي لا، قول السؤال اللي اطرحه لحضرتك، هل تجرؤ ايران اذا كانت فعلا صادقه، هل تجرؤ حتى على الاقل امام اتباعها حتى يصدقون انه هي عندها قوه وعندها جراه انه تضرب بشكل مباشر هي وادواتها المصالح الامريكيه في العراق بشكل مباشر؟ هل تقدر؟ ما تضرب مباشر استاذ، عدة صواريخ كاتيوشا وغيرها وغيرها انطلقت على السفاره الامريكيه بالمحيط على المدنيين. على المدنيين توقع؟ نعم. ليش؟ هم يعرفون انه نعم. اذا ضربوا القلب الوضع راح يتغير تجاه ايران. نعم. هذا مجرد توصيل للشعب العراقي على اساس احنا هم ناس خونه لامريكا. ايران من زمن الدجال. هم عندهم اتفاقيه ويا اسرائيل ويا امريكا بتدمير العراق. شكرا ابو ايسر من تركيا. ابو ايسر ذكرنا بايران كونترا، الصفقة الإيرانية، الاتفاق الإيراني الصهيوني الذي أبرم بين إيران والكيان الصهيوني برعاية أمريكية في الحرب الإيرانية على العراق في الثمانينات، التي تم بموجبها شراء أسلحة. إيران اشترت أسلحة من الكيان الصهيوني وصفقات وعتاد وغيرها أبرمت وكانت فضيحة للنظام الإيراني في وقتها. إيران التي تدعي محاربة الكيان الصهيوني، حليف للكيان الصهيوني، زبون من زبائن الكيان الصهيوني الذين يشترون الأسلحة ويتبضعون من الكيان الصهيوني، رغم امتلاك إيران في وقتها الكثير من الخيارات الأخرى لشراء السلاح، لكنها ذهبت إلى الكيان الصهيوني. لمن يقولون أن إيران هي عدوة الكيان الصهيوني، هذا نموذج بسيط من طبيعة التعامل الإيراني مع الصهاينة. طبعا حنتكلم بعد قليل عن نقاط مهمة تخص الميليشيات الولائية التابعة لإيران في العراق. محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم، حيا قناة الرافدين والكادر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أستاذ محمد، هذول هي الشغلة مقصرت عليها يا إسرائيل. نعم. إيران ما تقدر تضرب طلقة واحدة على إسرائيل، كفيلك الله. غير يروحوها لإيران. هي صديقة لإسرائيل إيران. عمت أشوف القنوات مالتهم تبث من يجي المطعوم. نعم. من يجي المطعوم عندهم قنوات بإسرائيل تبع إيران. عندهم هم إيران ليس يحبون الإسلام. لازم يطلع لازم دول الفرس العجم يحكمون العراق. بس عندي بس سيد محمد، يعني هسه ماشي هذا الكلام تمام، لكن أنا أريد أسأل عن ذولا اللي دي يحكمون العراق اليوم اللي اسمهم حكومة وأحزاب. ذولا اللي إيران بعد، يعني مو قبل كانت اكو تصريحات إيرانية تحرجهم احيانا، يردون عليها وما يردون عليها احيانا اخرى، لكن اليوم مو موضوع تصريحات انه إيران تصرح انه بغداد عاصمة من العواصم، ولا بغداد العمق للأمن القومي الإيراني، ولا الحديقة الخلفية، هاي بعد عبرت هاي المرحلة. استهدفت بصواريخها العراق، اراضي عراقية. طيب الرد الحكومي بس عملية استدعاء للسفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج، هذا رد يوازي الرد يوازي الهجوم الإيراني، يساوي هذا حجم الهجوم؟ هذا كل هذا لا سفير يجوز على السفير. أما هم إيران يتحكم فيهم. إيران سفير الله إيران يتحكم فيهم عشان تجيبهم مثل الطليان توديهم منا وتجي فيهم. أنا لو موجود أبو هبلة والله كان مساحة لإيران مثلا. نعم. طيب أشكرك يا محمد من أمريكا. أبو حسن من الناصرية، تفضل. السيد أبو حسن من الناصرية، أبو حسن موجود؟ طيب ما موجود أبو حسن. مشاهدينا الكرام،
خلينا نتكلم عن بعض الأمور التي تؤكد أن إيران لا تهتم أصلا بشيء اسمه العراق ودولة العراق، وهي تعتبر أن هذه الأرض أرض لها تابعة لها وبلا سيادة. والدليل أنه بعد أن تم استدعاء السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي وتسليم مذكرة احتجاج من قبل الجانب الحكومي في العراق، خرج إيرج مسجدي مرة أخرى على وسائل الإعلام ويصرح بالتالي. قال بأنه أبلغ السلطات العراقية بوجود 3 مراكز أخرى لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي في محافظة أربيل. هذا النص بلسان إيرج مسجدي. يقول أيضا، وطبعا إيرج مسجدي هو قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني، يقول هناك 3 مراكز أخرى ديبلغ العراق في أربيل تحتاج للتحقيق فيها، وإلا سنضربها مرة أخرى. إيران غير مهتمة بشيء اسم العراق، وهذه الحكومة الموجودة أصلا إيران لا تنظر لها. والدليل أنه القصف الذي حصل تم بغير علم هذه السلطة، هي لا تعلم، تفاجأت مثل كل العراقيين الذين صحوا على هذا الخبر أو يعني شاهدوا هذا الخبر. حكومة باستخبارات بأجهزة بأكثر من 150 مليار دولار أبرمت على صفقات التسليح والتجهيز لهذه القوات، واستخبارات ودول وتحالف دولي وخبراء إيرانيين على أساس يدربون هذه القوات لتتوقع الهجمات ولكي تكون مستعدة لأي اعتداء خارجي. إيران ضربت الصواريخ بلمح البصر، صارت بالعراق وانتهى الموضوع. هل يستحق هؤلاء أن يحكمون العراق دقيقة واحدة؟ الذين لم يبقوا للعراقيين لا كرامة لا سيادة لا استقرار لا استقلال، كل شيء ما بقى. معنا اتصال. أبو علي من أبو غريب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يحفظك. تفضل يا أبو علي. احنا من راح صدام حسين 2003 إيران استلمت العراق. لا سنة ولا شيعة ولا الكراد، إيران هي القودلة. مثلاً إذا مثلاً بهاي الحادثة أمريكا وإسرائيل هي ضربة الإيرانيين، إحنا إيش علينا؟ ما عندنا ذنب العراقيين. لا، وضربتهم في سوريا، يعني ما ضربت، ما قتلت الإيرانيين في العراق حتى يكون الرد في العراق، قتلتهم في سوريا. هي في سوريا بس إحنا ما عندنا ذنب العراقيين. نعم. واللي يقود العراق إيران. واللي يتحكم بالعراق إيران. منو اللي سمح لهم؟ واللي يسيطر على العراق إيران. منو اللي سمح لهم؟ لا نازل ولا جمل مرة صدام حسين لهذا اليوم. أبو علي، منو اللي سمح لإيران إن تحكم العراق تتحكم بالعراق وبكيفها؟ أبو علي. فقدنا الاتصال يا أبو علي. من أبو غريب. طيب، إيران تقول إن القصف جاء ردا على مقتل قياديين إيرانيين في سوريا بغارة صهيونية. طيب، شنو ذنب العراق، شنو دخل العراق بالموضوع؟ الكيان الصهيوني ضرب قياديين إيرانيين في سوريا وقتلهم بغارة جوية. طيب، العراق شنو دخله أنه يقصف؟ يعني الرسالة اللي تريد توصلها إيران للصهاينة، ليش تريد توصلها عن طريق العراق؟ عندها مقاتلين وعندها تواجد رسمي في سوريا، ليش ما تستغل هذا التواجد؟ والجولان قريبة عليها، الجولان السورية المحتلة قريبة على المقاتلين الإيرانيين، روحوا اضربوا وعندكم سلاح، توجهوا إلى الحدود مع الصهاينة وروحوا اقصفوهم. ليش يكون الرد في العراق؟ شنو دخل العراق؟ كيف تسمح هذه الحكومات لإيران أن تقصف العراق، أن تضرب بهذه الطريقة؟ شنو طبيعة الرد اللي حيكون؟ طيب، لما يعلن مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيقية، لجنة تحقيقية بشنو؟ إذا كانت إيران أعلنت بشكل صريح رسمي أنها هي التي قصفت، يعني اللجنة التحقيقية إيش راح تسوي؟ ثم، وهي النقطة مهمة، أين الأحزاب أو ما يعرف بالإطار التنسيقي
وهذه العصابات والزعماء الميليشيات اللي يقولون إذا صارت حرب بين العراق وبين إيران نقف مع إيران ضد العراق. وينهم ذولا مدعي الوطنية اللي صدعوا رؤوس العراقيين بحياة مزدهرة وبلد مستقل وسيادة؟ وينهم بتصريحاتهم عن ما فعلت إيران؟ ولو فرضا لو كانت هناك مقرات للكيان الصهيوني في شمال العراق، هل يكون التعامل مع دولة جارة، مع دولة يقولون احنا أصحاب سيادة، يتم التعامل معهم بهذه الطريقة، أم يتم إخطارهم وإخبارهم وتبليغهم وتوجيه تحذيرات إلى الجانب العراقي أنه هناك مقرات، هناك صهاينة، هناك كذا، يعني نوجه لكم الموضوع حتى أنتم تتعاملون به، أو تكونون حذرين بالتعامل حتى لا يصيبنا خطر وتتحملون أنتم المسؤولية. وهذه طرق تتعامل بها دول كثيرة مع بعض، عندما يكون هناك تهديدات محتملة من دولة أخرى تعطى التحذيرات وتكون تكون الدولة المحذرة على أهبة الاستعداد. لكن تطلق صواريخ بهذه الطريقة وتعبر الحدود وتستهدف سيادة دولة أخرى، إن وجدت طبعا السيادة، السؤال هو دول الموجودين بالخضراء شنو دورهم؟ معنا اتصال يا شباب، ماذا أسمع؟ أبو حسن من الناصرية تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عم احنا انتهينا، الله وكيلك شعب انتهينا. نعم، بس حولني. السلام عليكم. أنا أشكركم مستر هالقناة الشريفة. أرجوكم يا شباب، إذا أنا أشكركم مستر هالقناة الشريفة. نعم يا أبو حسن. ألو، وياك أسمعك. عم الله وكيلك خسرنا خانة بغير راعي، كل ما يجي يجول بينا. الله وكيلك محمد كيبلك، كل ما يجي يعمل حيانا. إلى متى يبقى المواطن العراقي تحت رحمة هؤلاء اللي يدعون إن هم حماة وطن وحماة أعراض وحماة سيادة؟ ذول الميليشيات اللي قالوا إحنا حماة الأعراض من الخطر الخارجي، وينهم عن إيران اللي قصفت البارحة؟ كذب والله، من راح الزيتوني وراح المرقاط أكلنا وحل. هسه عفنا يعني أنا يعني هسه هم الأخ أبو السيد محمد من أمريكا يمكن أعتقد اللي قال، أو أبو علي من أبو غريب من راح صدام. يا جماعة يعني المشكلة يعني أوكي ماشي، العراق في السابق دولة عندها سيادة، وطبعا مو بس زمن صدام، هي من زمن الملكية دولة ذات سيادة، لكن إحنا اللي نظل نربط سيادة العراق بصدام حسين. خلاص صدام حسين نظام سابق راح بما له وما عليه، أجرم بحق الشعب وطل الشعب بعض الإيجابيات وراح. لكن احنا نتكلم نقول انه ذولا اللي موجودين بالحكم اليوم، ذولا مدعي السيادة، وينهم وين سيادتهم وين قواتهم حماة الحدود؟ عمي ذولا كلهم موالين إيران، الله وكيلك كله كذب. نعم، كل شيء ما بديهم، اي سلطة ما بديهم، الله وكيلك على الكرسي يقولون الشاب حي سامع الشاب، هذا اللي جميع حقارة ذولا. نعم، ذولا حقارة شنو ذولا؟ ذولا حقارة المجتمع، ذولا دول خوانا. نعم، كلاب بلا تجاوز. يا ابو حسن اشكرك من الناصريه، شكرا جزيلا. بس مشاهدينا الكرام، احنا حتى لما يكون الطرح يعني يتعلق البعض بالماضي، وطبعا حقه لانه يتندم انه دا يشوف بلده ضايع بسبب هؤلاء، لكن احنا نقول انه لو جاء نظام وطني للعن النظام السابق كل يوم وكل لحظه. لكن القصد مشاهدينا الكرام انه دائما لما تحصل هكذا مقارنات نسال، نقول بدل ما نظل احنا عايشين بالماضي خلونا بالوقت الحاضر. الوقت الحاضر يقول انه ذول اللي اجوا على ظهر الدبابه الامريكيه او اجوا للعراق بعد الاحتلال، بغض النظر الطريقه التي جاءوا بها، الم يعدوا العراقيين بنظام واستقلال واستقرار وبلد مزدهر وبلد إلى سيادة وإلى كرامة، المواطن يعيش بكرامة وماكو أحد يعتدي عليه وعلى كرامته وسيادته وغيرها؟ وين هذه الوعود اليوم؟ وإحنا نشوف الدول تطب وتطلع من العراق وما حد يتكلم.
يعني حجم الاعتداء الإيراني كبير جدا وهو إعلان حالة حرب. في المقابل نعم، في المقابل الجانب الحكومي يرد بوثيقة بورقة احتجاج. هل يعقل بأنه حجم الانتهاك يقابل بهذا الرد الهزيل على الاعتداء على الدولة العراقية؟ أبو مصطفى من ميسان تفضل. ألو، تفضل يا أبو مصطفى، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بخصوص القضية مع ضرب إيران على سيادة العراق، نعم، هذا شيء نستنكره وما نقبل. احنا العراق يدخل، الإيران يدخلون بشؤون العراق. اولا الإيرانيين هسه حاليا هم مسيطرين على العراق بصورة تامة. صدقني نعم. حتى العتبات المقدسة لازمينها علينا، او هم المقدرين او احنا المواطنين اولاد العراق، يعني نتفتش وننهان من قبل القوات الأمنية. زين، وهسه حاليا يتجاوزون على سيادة العراق وعلى بلد العراق، والحكومة تتفرج وتعاين وكأنه ما صاير شيء، يعني وهاي الناس اللي ماتت او راحت وانفجرت ولكنه صاير مشكلة، يعني فشي طبيعي بسبب من بسبب الميليشيات اللازمين سيادة العراق. او احنا هذا نستنكر استنكار او ما نقبل بهذه التجاوزات على سيادة العراق. طيب ابو حسن، ابو حسن انت مواطن عراقي وده تقول هذا الكلام ماشي، لكن من يطلع هذا الكلام من 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 دولة، من رئيس الوزراء او من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وسياسيين مسؤولين هم يقولون نستنكر ونستهجن، هاي شنو قيمتها نستنكر ونستهجن امام 12 او 13 صاروخ باليستي اطلق على العراق، على مدينة اربيل العراقية؟ شنو حجم نستنكر ونستهجن امام صواريخ بعيدة المدى؟ يعني هل هو هذا الرد المتوقع على الاعتداء الإيراني؟ باكر عقبه يطبون بدباباتهم إلى بغداد يحتلوها، والكاظمي والحلبوسي وإبراهيم هذا رئيس الجمهورية برهم صالح يقولون نستنكر ونستهجم. أنا أخاف أقول لك هم يعني هم متفقين وياهم على هذه الأمور، ولكن هم يقولون إحنا نستنكر. إحنا مو نستنكر، لازم إحنا نرد عليهم بالمثل. إذا أكو رجال ويحافظون على سيادة الأراضي المفروض يرجعون عليهم بالمثل، يعني مثل ما ضربوا نضروا. لكن هم متواطين وياهم، أنا أعتقد حسب تفكيري المحدود أعتقد هم متفقين وياهم على هذا الأمر. طيب ولا شنو يستنكر؟ هو رئيس دولة وعنده صلاحيات وعنده سيادة دولة. هو يستنكر مثل أنا المواطن القاعد، طين سلاح وأنا ما استنكر، أنا أضربهم. بس أنت مو ما تضربهم وقاعد، هذا مو صحيح أخي. نعم. إحنا ما نريد استنكار، وإذا نريد رد صارم أو صريح أمام الشعب العراقي حتى يصير له هيبة أمام الدول المجاورة. نعم. طيب أشكرك يا أبو مصطفى من ميسان. مشاهدين الكرام، محافظ أربيل أوميد خوشناو نفى في وقت سابق وجود مقار للكيان الصهيوني في إقليم كردستان، وطبعا هو في رده على سؤال في مؤتمر صحفي أكد بأنه إيران تقف خلف هذا الهجوم انتقاما لغارة جوية استهدفت الحرس الثوري الإيراني في سوريا. وهو أكد طبعا محافظ أربيل أنه لا وجود لمقار الكيان الصهيوني في محافظة أربيل شمال العراق، وأن هذا الحديث لا أساس له من الصحة مطلقا. طيب ذكرت نقطة مشاهدين الكرام، وهي قضية الرد الانتقامي الإيراني على مقتل قياديين إيرانيين في سوريا. الردود الإيرانية بحسب إيرج مسجدي السفير الإيراني في العراق، جاءت الردود الإيرانية جاءت فقط للرد على مقتل قياديها وليس مقتل هذه الميليشيات الولائية الموجودة في العراق، وحذكر لحضراتكم بعض الأمثلة. لكن دعونا الآن نطرح نقرأ بعض النقاط التي طرحها إيرج مسجدي. ماذا الذي قال في تصريح اليوم؟ قال بأنه إيران تحترم السيادة، وخلينا نحطها بين قوسين، تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه. الهجوم الصاروخي الأخير على أربيل لم يكن ضد السيادة العراقية، بل استهدف الصهاينة ومركزهم التجسسي لمواجهة إيران. طيب عفنا من هذا الحديث، نجي للنقطة المهمة بهذا الكلام. يقول بأنه هذا الهجوم اللي هو صار على محافظة أربيل من قبل إيران يشبه
الهجوم الذي نفذ على قاعدة عين الأسد ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وهو أيضا لم يستهدف السيادة العراقية وإنما استهدف الأمريكان فقط. الرد الإيراني عندما قتل قاسم سليماني كان للرد على مقتل سليماني فقط. إيرج مسجدي لم يذكر أبو مهدي المهندس الإرهابي الدولي اللي كان برفقة قاسم سليماني، وإنما قال ردا على استهداف قاسم سليماني، لم يذكر المهندس معه. حتى هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، عام 2019، بس أجيب لكم إياها بالتواريخ، 2019 في أكثر من مناسبة استهدف الكيان الصهيوني بطائرات بغارات جوية مواقع لميليشيا الحشد في محافظة الأنبار في قضاء القائم تحديدا وفي محافظة صلاح الدين، واستهدف مخازن أسلحة للميليشيات في بغداد وغيرها من مناطق أخرى. 2019 2021 وتواريخ أخرى كثيرة تم استهداف ميليشيات ولائية تابعة لإيران اللي هي ممثلة بميليشيا الحشد وكل من ينضوي ضمنها بطيران إسرائيلي، طيران صهيوني، بحسب أبو آلاء الولائي القيادي في ميليشيا الحشد الذي أكد أن غارات جوية صهيونية استهدفت مواقع مقار وكذلك مخازن أسلحة وعتاد لميليشيا الحشد في محافظة الأنبار وفي محافظة صلاح الدين وغيرها من مناطق أخرى في العراق. لم يأتي عليها أي رد إيراني. الرد الإيراني جاء على قاسم سليماني، وطبعا هو كان رد هزيل أيضا، لكن أيضا نقول بأن الرد الإيراني إن جاء يأتي على مقتل أفرادها وليس على مقتل هؤلاء الميليشيات الذين يدعون الوطنية ويدعون حب الوطن وهم إيرانيو الولاء. إذن الردود الإيرانية تأتي إن جاءت تأتي لأفرادها انتقاما لبعض مقاتليها وقياداتها، لكن لا تأتي لهؤلاء الموجودون في العراق أو لهؤلاء الموجودين في العراق الميليشيات. معنا عبد الباسط من بغداد، تفضل يا عبد الباسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ حياك الله عبد الباسط، تفضل. برنامجكم على مود القصف البارح مو؟ شلون؟ برنامجكم اليوم نحن على قصف البارح. نعم. أخي العراق صار ساحة لكل الدول. يا أخي العراق من راح قدام الثين أصبحنا غنم بلا راعي. هذاك كان رمز الأمة العربية. فهذا الفرس والترك وكل الدول هذه فرصة جت سلمت إيران أمريكا الطابق من ذهب. متفقين جتكم إسرائيل جتكم أمريكا تهدد العرب. وهكذا السطرين الفرس والصهاينة والأمريكان. لا تقول لي ولا أقول لك. نعم. شلون شفت التعامل الحكومي مع القصف الإيراني؟ هل هذا الشيء خلاك تعرف انه احنا عندنا سيادة لو ما عندنا سيادة؟ لا عمي احنا ما عندنا سيادة، السيادة راحت مع اهلها. طيب رأيك بالتعامل الحكومي؟ والحكومة رجل كاظم حكى الحق يقتلونه. فهذا الرجل شو يسوي؟ لا حول ولا قوة، وش يتهدى الامور؟ وين الأحزاب مال هادي العامري ونوري المالكي والحكيم ومقتدى الصدر؟ والله يا أخي هاي الأحزاب وينها؟ شو ما حكت شيء؟ هذه هي متفقة تكتسح حق والسنة إنه بيسحقون الكرد فيسحقون حتى الشيعة راح يجيهم الدور. وقول لي إيران ما عندها وأمريكا صاحب صديق. هذه متقاسمين الكاكة بناتهم إسرائيل وأمريكا وإيران. أنا أريد أقول أريد أشوف ذولا، أريد أشوف ذولا وينهم؟ وينهم ذولا اللي يخابرونا واللي حتى يتفرجون وما يخابرون، أو اللي موجودين بالعراق اللي يقولون إيران الدولة الجارة الصديقة اللي فتحت لنا أبوابها ومخازنها وأنقذتنا من داعش؟ وينهم ذولا اللي لسانتهم كل واحد هالطول لما يتجاوز على العراقيين وأعراض الناس لكن ما يحكي؟ إيران ما تخلص مصلحة، الذبهم بالبحر كلهم الزيتهم. نعم نعم.
عبد الباسط اشكرك، شكرا جزيلا. عبد الرزاق من بابل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا استاذ محمد احنا كل العراقيين كلمتهم واحده على الشجب واداره هذا التصرف الخارق للسياده العراقيه من قبل الجاره ايران. شلون جار؟ هذا التصرف. نعم. نعم. اقول لك شلون جار؟ جار هاي بعد هاي قسوتنا هذه يا استاذ محمد. نعم. هذا التصرف الاهود والاعوج المفروض بالحكومه او البرلمان العراقي يعقد جلسه برلمانيه لاداره هذا التصرف امام الامم المتحده. نعم. وطرد السفير الايراني. يا اخي ما يصير، يعني انت عندك خلافات. نعم. ويا امريكا وتخلي من العراق تخلي العراق صاحب صراع، هذا ما يجوز. نعم. اكو عندك خلافات صفيه، يعني عندك يعني خلافات ويا اسرائيل، اسرائيل كتله الضباط مالتك العراق. نعم. ما مسؤول العراق، روح عندك حزب الله هناك بلبنان صرف حساباتك ويا اسرائيل، عندك حسابات ويا امريكا صفيه بغير مكان، لا تخلون العراق صراع. عندي بس انطي لحضرتك مثال، انت ذكرت بانه يجب على البرلمان ان يعقد للتصويت. نعم. على هذا الاعتداء. حضرتك تعرف انه في القمم العربيه وهذا الكلام على لسان احمد ابو غيط الامين العام لجامعه الدول العربيه، شو يقول هذا الرجل؟ يقول لما نجي نصوت على ادانه ايران، وخاصه ان الدول العربيه مجمعه على انه ايران دوله راعيه للارهاب ومصدره له، يقول يتصدى العراق ويرفض ان يصوت ضد ايران. هل تريد من هؤلاء أن يعقدوا جلسات برلمانية لإدانة إيران؟ طبعاً مو بالجامعة العربية، أنا يعني يوم أتابع برنامج يعني واحد عراقي والآخر كردي والضيف مالك تمراني. العراقي يدافع عن إيران أو هو من الذيول. أي. من الذيول، يعني ما أسمي هذا عراقي، يدافع عن إيران أكثر من الإيراني يعني باللقاء، يعني أنا تعجبت. يعني انت من هذا وكيس يا استاذ محمد. يعني لما احنا عندنا عملاء وخونه ومرتزقه، يعني لا دول فاقوا الدرجه مع العماله، دول اصبحوا مرتزقه ومستخدمين يعني الصراحه، لما يدافع عن ايران اكثر من الايراني نفسه. طيب يعني راح اجيب لك مثال ثاني بما ان تحضرتك تفضلت على امثله تلفزيونيه. يوم امس نعم في احدى القنوات الفضائيه العراقيه مذيعة معروفة في الوسط المحلي مستضيفة محمد الصيهود عضو بائتلاف دولة القانون التابع للنور المالكي، ومستضيفة واحد اسمه عصام حسين تابع للتيار الصدري، وأيضا عماد باجلان هو قيادي أو عضو بالتحالف الوطني الديمقراطي الكردستاني. طيب انطرح سؤال من الضيف الكردي على الضيفين الموجودين اللي هم واحد تابع للتيار الصدري والثاني هذا لدولة القانون، قال لهم بأنه أتحداكم تقولون على ضحايا الحرب العراقية الإيرانية بأنهم شهداء. طبعا دخلوا الضيوف الثلاثة اللي هو العفو الضيفين والمذيعة ومقدمة البرنامج، دخلوا بنوبة من الضحك. محمد الصيهود يقول لا ذولا طبعا مو شهداء على اللي ضحوا بنفسهم ودمائهم لإنقاذ العراق وإبعاد الخطر الإيراني عن العراق، يقول طبعا ذولا مو شهداء. وضحك وياه هذا اللي من التيار الصدري، وضحكت المذيعة، دخلوا ما شاء الله ثلاثتهم بنوبة من الضحك على الشهداء اللي بعدهم بعضهم الحدث سأسير لدى إيران، بعض العراقيين الذين قاتلوا دفاعا عن هذا البلد، عن هاي المذيعة وأبوها وعن هذا الضيف التابع لدولة القانون وعن الثاني الصدري اللي قاتلوا حتى يدافعون عن ذولا، وذولا يتمضحكون على شهداء العراق. لا ذولا مو شهداء، ذولا اللي يحكمون وحاطين العلم العراقي وراهم. شنو تعليقك على هؤلاء؟ استاذ محمد يعني احنا حاربنا ايران 8 سنوات. نعم. وانطى العراق دماء طاهرة، انطينا وردنا ويعني ضحينا من اجل العراق.
مثل هذا وامثال اللي يقول يضحك مثل دولة مو عراقيين. دولة يعني ناس مرتزقة يعني دول اخرى يعني مأجورين دولة ما عندهم ولاء الوطن، والا هو لو عنده ولاء للوطن وهذه ما يقبل العراق يعني يصير بلد ضعيف. يعني انت هاي الضربة مع شو اسمه مع الاربيل يعني خلينا نقيس استاذ محمد، انت على اسلام انت مجرد عندك شكوك بانه اكو مواقع اسرائيلية. يا اخي هسه ما هي هاي الدول اللي محيطة بيك انت يا ابو ايران، مو هي كلها عندها سفارات اسرائيلية، الامارات عندها، البحرين عندها، تركيا عندها، اذربيجان عندها. هل تجرؤ إيران على ضرب هدف صهيوني موجود إن كان مكتب قاعدة مقر أي شيء سميه موجود في الدول اللي تفضلت بها، الدول اللي هي عندها سيادة وعندها جيش وعندها نظام داخلي وخارجي، تقدر تضربهم هاي الضربة؟ ما ممكن اكو. ليش لا عندنا ممكن وسهل؟ نعم ليش عندنا ممكن وسهل؟ لانه احنا ما عندنا يعني ناس اصحاب قرار، القرار مالتنا مصادر. يعني ما عندنا تكاتف بين القياده العراقيه والقياده السياسيه. يعني ناس ماجورين هم اللي يقودون البلد، يشوفوا البلد القياده السياسيه متفككه فبلد ضعيف، فحتما تبرر الضرب للعراق بصيغه يعني بطرق واهيه وتبرر الضربه مالتها بشيء ما معقول. يعني سيد عبد الرزاق بس عندي نقطة استثمر الوقت وياك، اريد اسألك عن نقطة مهمة. تفضل. هادي العامري والمالكي نور المالكي طلعوا على قبل الانتخابات طبعا طلعوا على المنابر يتحدثون عن طلب كوريا واليابان، هاي الدول العملاقة تمام، طلب كوريا واليابان من هؤلاء من العامري أثناء إحدى زياراته مثل ما يقول، ومن المالكي أثناء إحدى الزيارات، طلبوا منهم شلون طردوا المحتل وشلون حافظوا على بلدهم. هذا طلب كوري وياباني من هادي العامري ونور المالكي. هاي الخطط العملاقة لحفظ الدول وإنقاذها من المحتل شو ما طبقوها في العراق، شو ما انقذوا العراق من إيران ومن أمريكا ومن الدول اللي متدخلة بالشأن العراقي، أشو ما شاء الله خبراتهم للغير مو إنه. والله شر البلية ما يضحك يا أستاذ محمد. يعني إذا 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 الدول الأجنبية والدول العملاقة تبقى من العامري خطط والعامري ها الإنسان يعني شو مثل ما تقول إصرار. يعطاك البلد يعطاك اخوانه بحرب 8 سنوات هو هذا يعرف بالخطط العسكريه حتى على مستعد بكوريا وغير كوريا، هذا ضحك على الدخول استاذ محمد. دول ناس مرتزقه وخونه. يعني دول اذا بقوا يزيدون الوبال على العراق مضاعف، لكنه انا لله وانا اليه راجعون بوجود هيك ناس يعني مرتزقه وخونه وعملاء للاجنبي. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل للمشاركة. رابطة طبعا نختم بهاي الفضيحة. الصفقات السلاح مشاهدينا الكرام اللي صرف العراق عليها بحسب التقارير الحكومية وغير الحكومية أكثر من 150 مليار دولار أمريكي من 2003 ولغاية 2019. طبعا هذا الكلام الأرقام في زيادة وراء 2019، لكن هذه الأرقام الموجودة حاليا 150 مليار دولار في زمن المالكي الكثير من صفقات السلاح أبرمت. خليني أجيكم للفضيحة حتى لأن الوقت ما بقى بي. الحرب الروسية على أوكرانيا طلعت بها أسلحة كثيرة، أوكرانيا الآن في أمس الحاجة للأسلحة فبدأت تستخدم الموجود عندها. من ضمن الموجود عندها أظهرت لقطات وصور تم تداولها وموجودة عندنا في قناة الرافدين، عرضناها في نشرات الأخبار وموجودة تابعوها، صور للدبابات، دبابات أوكرانية لكن النظام السيستم مالتها باللغة العربية. اتضح فيما بعد أن هذه الدبابات من الصفقات اللي أبرمها العراق مع أوكرانيا لشراء
مجموعة من المعدات الأسلحة وغيرها، ومن ضمنها هذه الدبابات حتى تأتي إلى العراق. جت إلى العراق، اكتشف العراق، مكتشف يمكن ما أعرف شلون بعدين عرفوا أنه هذه الدبابات غير مطابقة للمواصفات، رجعها لأوكرانيا، وتم إنفاق هذا المبلغ اللي راح هباء منثورا على أسلحة لم يستلمها العراق والآن تستخدمها أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، أسلحة مبرمجة باللغة العربية وديسوقها واحد أوكراني، هذا بسبب هؤلاء الذين يحكمون العراق. وصلت بهذا وإياكم مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.